مرحبا لواضح وكل متابعين واضح، اهلا وسهلا فيكم بكوكب دبي العجيب. اليوم حاخذكم برحله عبر الزمن بمتحف المستقبل للسنه 2071. متحمسين؟ يلا. المبنى عبارة عن قطعة معمارية فنية وصف الشيخ محمد بن راشد بأنه أجمل مبنى على وجه الكرة الأرضية، وأنا أكيد بوافق الرأي. كتار اللي سألوا شو هي العبارات العربية اللي عم تزين المبنى من برا؟ هي عبارة عن الرسائل الرئيسية والرؤية الفكرية بعيدة المدى لهذا الصرح، وهي ثلاث اقتباسات ملهمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين. المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه. المستقبل لا ينتظر، المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم. سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية هو في كلمة واحدة: الابتكار. عبارات رائعة زينت هذا المبنى من برا، ويعتبر المبنى الوحيد بالعالم المزين بحروف باللغة العربية. خلينا نروح. Thank you very much. Thank you. شكل كورونا حتضل 2071.